مرحبتين واهلين وسهلين. اليوم بدي اورجيكم شغله بتصير عاده في الصيف في مدينه اوتوا. في كثير اماكن رح تشوفوها زي هيك اسمها فارمر ماركت. خليكم معنا ونشوفوا شو فارمر ماركت. الفارمر ماركت عباره عن مكان بيجوا اللوكال فارمرز وبيبيعوا فيه شغلات، ممكن يكونوا زي هيك خبز، ممكن تكون شغلات اكل بتسووها بربوها في البيت، مزارع هون في اكل بيكون عاده صغير لللوكلز. هذا لجريت بريتن بيستري اند بايز، زي ما انتم شايفين شغلات هيك بسيطه وحلوه، بس بيكون كتير في ناس بحبوا يشتروا منها لانه بدعموا اللوكال بزنسز. وعادة بتكون معظمها أورجانيكس، يعني مش محطوط عليها أي شغلات. هذا الزلمة عنده هوت صوصز رائعة هون. طبعا عشان تعرفوا أقرب مكان لكم بس روحوا على جوجل اكتبوا أوتوا فارمر ماركت ورح يعطيكم لستة. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.